صل يا ربي على من فضله عال وسامي، خير مخلوق أتانا أحمد طه إمامي. يا نبي الله رفقا أقلق البعد منامي، أرتجي أحظى بوصل أرتجي سكن المقام. ليت في جسمي جناحا ليت لي ما للحمام، كي أطير الآن فورا قاصدا باب السلام، ثم أمضي نحو أرض قد حوت خير الأنام. من لديه الصب يهنى علني ألقى مرامي، فضلكم يا حب روحي ساطع بين الأنام. جد بأنظار علينا إنكم خير الكرام، أنتم يا نور عيني مثل شمس في الظلام، فاعطفا حبي علينا نورا يوما منامي. يا هنا قلبي وعيني لو أرى طه أمامي، لو أنا يوما ألاقي سيدي بدر التمام. عندها ماذا تراني؟ سوف أحكي عن غرامي، كيف أحكي ما ببالي؟ هل سيغنيني كلامي؟ يا ترى يفتر ثغري أم سيبكيني هيامي؟ هل سأقوى كي أناجي سيدي طه التهامي؟ سال من شوقي حبيبي دمع عيني بانسجامي. يا رسول الله فاعطف داوي قلبي من سقامي، يا شفيع الخلق أخذا بيدي يوم الزحام. فأنا صب معنى يرتجي نيلا.